كلمنا يا فندم عن لقاء جامعه بين الراحل. راحل الله يرحمه، الله يوسع عليه قبره يا رب، يكون قبره وروضه من رياض الجنه. ابو يزيد انا تعاملت معه صراحه من 6 سنين 7 سنين، من الشخصيات المحترمه، ويا رب ترحمه ويرحم جميع المسلمين يا رب. لو حضرتك بقى توجه كلمه للاسره. الاسره اقول لها يا رب يسبقه في الفقيد، يا رب يكون من الفردوس في الجنه يا رب. الكلام ده لحظه ايه المواقف اللي جمعتك مع بين حضرتك والناس؟ انا زي ما قلت لك موقف من صراحه من شخصيه محترمه، قعدنا مره دايما بيدعمك مثلا في البدايه اكيد هو كان اقيد، انت بتحترمه وتعاملنا من 6 سنين كتعامل كنقابه يعني كشغل، فصراحه من الشخصيات المحترمه صراحة. حضرتك يعني فنان مغربي طبعا منور مصر، يعني كنا جاي من بلد تانية او بتاع جاي عشان خاطر الفنان الملك محمد اكيد اكيد ده عزاء يعني، ده اشوف منه للخير، فاكيد لازم اعمل الواجب. اهم النصايح اللي قال لك عليها تمشي عليها واهم النصايح مش لازم نتكلم يعني، احنا خلاص لازم نتكلم على الفخير، نتكلم عن نصيحه واحده اهم النصايح الاداء يعني. اكيد نصح حضرتك بحاجه في اول زي ما قلت لك، مش لازم نتكلم في الموضوع، نتكلم في العزاء، فالحاجات دي مش لازم نتكلم. بنشكر حضرتك. الله يخليك، شكرا، السلام عليكم.